لكن ابو محمد اثار نقطه انا عجبتني إن, نعم. ان السؤال بين الام وبين الاب في بعض الاحيان يحدثون النشازه والاختلاف. نعم. الام تمكن والاب يمنع، والاب يمنع يمكن والام تمنع. صحيح. هذه قضيه انا بذكر قصه وقعت في احدى الجامعات بدون ذكر اسماء. نعم. ان ام يعني اعطت بنتها ثلاثه اجهزه بدون علم الأب، فأسرفت هذه الطالبة على نفسها حتى اشتكت زميلتها. نعم. تحرق أرصدة باليوم قد تصل إلى 5 ريال. بعدين أمسكوا يعني جابوها فسألوها الأول والآخر، اتصلوا بأبيها يقول اتهمنا احنا بالكذب، واتهمنا احنا بكذا، واتهمنا بالتزوير، ما بقى لي كلمة. الله. الأب وهذا كل مسؤول كبير في تلك المؤسسة في الجامعة. نعم. جامعة خاصة طبعا. نعم. يقول كان مسافر وقلنا له طيب انت لما ترجع تعالنا. فجأة وجمعناهم الام والاب والبنت، وكانت الهواتف ثلاثة في 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 درج المكتب. وثلاثة ليش؟ واجد. فطلعت الهاتف الاول هو كان قال لا ما ممكن بنتي معي، ما معي التلفون حتى. يا رجل قال ايوه بنتني كذا مرة كاملة الاوصاف، لا تخوف تخوف ولا تخاف. ما شاء الله. هاي ترى الحين هذه المشكلة احنا واقعين فيها ايضا، الثقة الزائدة. نعم. انا بنتي كذا وانا ولدي لا، ازدواجية التعامل الكمال يعني. لله وحده وكل واحد منا، بل انا مثل ما قلنا في بعض الرمسات ولا تزكوا انفسكم. نعم. صحيح. قال فاخرجت الهاتف الاول لمن هذا؟ قالت لي. هو اخرجت الثاني لمن هذا؟ قالت لي. من هين ما؟ لمن هذا؟ لي. من ما اعطنش؟ امي. وابوها ينتفخ، ابوها ينتفخ، قال لا تنتفخ زي ما بنفقها، لا تنتفخ، قلت ما بقيت لنا كلمه يوم اتصلنا بك، هذه النتيجه. ناق ابك المحزن. نعم. قال كيف ناق ابي المحزن؟ قلت ناق ابك المحزن ده زوجتك ما اعطنا امها. وهذا ما يسميه بعضهم في علم الاخلاق اظنه الحب السلبي. نعم.